لقى وأضاءني الدنيا طريقا مشرقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا نور. أهلا ومرحبا بكم في مسابقة رمضان لهذا العام، وهي بعنوان قصة وآية. واليوم مع الحلقة 16 وسورة هود وقصة أحد الرسل من العرب. هل تذكرين يا سلمى من هم الرسل الأربعة من العرب؟ بالطبع أعرفهم يا نور، سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب وسيدنا محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. واليوم قصتنا عن سيدنا شعيب عليه السلام. كان سيدنا شعيب يعيش مع قومه في مكان يسمى مدين، وتقع في شمال شبه الجزيرة العربية، وقد سماهم الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات بأصحاب الأيكة. كعادة الناس قديما كان أهل مدين يعبدون الأصنام، وكانوا يطففون الميزان ويغشون في التجارة ولا يعطون الناس حقوقهم، رغم أن الله سبحانه وتعالى منحهم الكثير من النعم والخيرات. أرسل الله عز وجل سيدنا شعيب يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، ويدعوهم إلى ترك العادات السيئة في المعاملات والبيع والشراء، ويأمرهم بمكارم الأخلاق والقيم السامية. وكسائر الرسل دعاهم شعيب عليه السلام بالحكمة واللين واستخدام الحجة. وهل آمن أهل مدين واستجابوا لدعوة سيدنا شعيب؟ للأسف كما فعل معظم الناس مع أنبيائهم ورسلهم، كذب أهل مدين سيدنا شعيب واستهزأوا به وبمن آمن معه، بل وصل بهم الأمر بأن قالوا له لولا أهلك لقتلناك. وبعد صبر طويل على آذاهم وتحمله الكثير من المتاعب من أجل هدايتهم، لجأ سيدنا شعيب إلى ربه ودعاه أن ينجيه ومن معه من القوم الظالمين. فسلط الله تعالى على أهل القرية حرا شديدا، حتى كأن النار صارت تشتعل في أجسادهم. فرأوا مرة سحابة عظيمة تأتي إليهم، فصار الكافرون يتجمعون تحتها لتقيهم حر الشمس. ولكن تلك السحابة كانت عقوبة من الله، فأنزلت النار عليهم وماتوا جميعا. والآن ماذا نتعلم من قصة اليوم يا نور؟ نتعلم من قصة اليوم الالتزام بكل أوامر الله تعالى حتى لا يتعرض المسلم لعقوبة من ربه. عدم الاستهزاء بالناس أو إلحاق الأذى بهم حتى ولو حملوا آراء مختلفة. عدم الغش، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والآن مع سؤال حلقة اليوم. وردت قصة سيدنا شعيب في سورة هود في الجزء 12 من القرآن الكريم. اذكر أرقام الآيات التي تصف هذه القصة. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بقصة اليوم، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وقصة جديدة. مع السلامة. فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.